ليه؟ لا الجزء الاول استاذه مريم كانت كلمتني وانا كنت هموت واشتغل مع استاذه مريم، بس كنت ملتزمه بمنهج دراسي، كنت جزء من زي برنامج دراسي كده، فالوقت ما ساعدنيش قوي ان انا اقدر اشارك. فاول ما سمعت ان في ليه لا الجزء الثاني قمت بعت لها على طول، قلت لها ممكن بس اي حاجه حضرتك معاكي، بالذات مع نجاح الجزء الاول. فهي قالت لي عندي ليكي دور. انا ما توقعتش خالص بقى ان هو هيكون الدور ده. فاحنا ايه بقى اللي هو احنا في شهر اهو 6، فقعدت 5 شهور في التحضير. وطبعا الموضوع كان بالنسبه لي تحدي، لان دور اول مره اعمله، وكمان دور يعني من جوانب كتير قوي، سواء سنا سواء يعني شريحه عمريه اصلا، وفي نفس الوقت الشخصيه دي، طريقه الشخصيه دي وتفكيرها ودوافعها. فدي كانت كلها حاجات جديده عني كنت محتاجه اذاكر لها عشان اعرف اعملها. انا كنت حاسه ان النموذج ده موجود، ويمكن مش باين قوي على الشاشه، فكنت حابه قوي ان استاذه مريم نعوم ودينا نجم قدروا ان هم يعني يعملوا شخصيات احنا بنشوفها حوالينا في الحياه بس ما بنشوفهاش على الشاشه، وشخصيات مركبه ومكتوبه حلو، وعلاقه ليها مميزاتها وعيوبها. يعني من ناحيه مميزات ان هم قادرين ان هم يشتغلوا مع بعض، وقادرين ان هم يربوا البنت من غير ما ياثروا على ان هي تحس ان في حاجه يعني حصلت، وده هم نجحوا في ده. بس في نفس الوقت ان هم علاقتهم مش باينه قوي حدودها فين، وده مضر بالنسبه لهم نفسيا ومؤذي ليهم جدا، ومعاكن عليهم حياتهم هما الاثنين.